رد حزب الله على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله سيكون عبر الوحدة 910 أو وحدة الظل، الذراع العملياتية الأساسية لحزب الله لتنفيذ الهجمات الدولية، وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن خبراء أمنيين. الوحدة 910 تسمى أيضاً الوحدة السوداء، وقد نفذت عمليات انتقامية بعد مقتل زعيم حزب الله السابق عباس الموسوي، من بينها تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 والمركز المجتمعي اليهودي في الأرجنتين عام 1994 حسب الصحيفة. وحدة الظل التي يقودها طلال حمية المعروف باسم أبو جعفر مرتبطة بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني. قائد الوحدة مطلوب عالميا، إذ أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة الأمريكي عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.